بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الجمعة 21 كانون ثاني سنة 2022، معكم فواز حسين من قرية حرفيش في الجليل. أنا موجود في قرية بقعاثة في الجهة الشرقية في موقع أرض اسمه السلالم برفقة الشيخ أبو حسن عبد الله نعمان عميشة، وبدي يحكي لنا نادري فضيلي عن إنسان من أهل بقعاثة اللي بيسوى إنه الفضيلة هاي تنحفظ وتوصل للأجيال القادمة. تفضل. شوف مهنا، لا شك إنه اللي بيعمل خير ما بيلاقي إلا الخير. نعم. هاي الأرض تابعة للشيخ أبو سليمان فارس الشمس. أي نعم. من بقعاثة. لاحظ الشيخ أبو سليمان قديماً إنه هالأرض عم تكون فيها رطابة، رطوبة زيادة يعني. عطى تعليمات لأولاده أن يتصلوا مع لجنة الوقف، لجنة المياه في البلد حتى يستغلوها. فلجنة الوقف بالفعل جابت محفير وحفرت. أي سنة تقريبا الحكي هذا؟ هذا الحديث ب 2007 تقريبا. 2007-2008. جابت لجنة الوقف محفير وحفروا بئر غميق، بالفعل كان نبع قوي. فاللجنة استمرت في تشييد الخزان. نعم. وأتموا وجروا مياهه إلى الخط الرئيسي اللي جاي من نبعة الرئيسية. نعم. العليا والسفلى. يعني كانوا في الأول عيون ثنتين، صاروا ثلاثة. صاروا ثلاثة، نعم. هيك ازدادت كمية المي وصارت أغزر من قبل، وربما صارت تكفي لتعداد أكثر. صح. من السكان. شو اسمه بعد مرة الشيخ؟ أبو سليمان فارس الشمس. بعده على قيد الحياة؟ لا زال على قيد الحياة. قديش عمره؟ عمره حوالي 87 سنة اليوم. أي نعم. بنقول إحنا بالفعل الله يطول في عمره وإن شاء الله له أجر. نعم. يعني أنت بنقدر نقول بكلمات ثانية إنه الإشي الشخصي تبرع فيه للصالح العام. نعم للصالح العام. وهي فضيلة بيسوى إنه الناس تعرفها، وخاصة الأجيال اللي طالعة. نعم. وشكرا لك اللي قلت لي عن القصة ولقيت من الملايم إنه أوثقها. إشهار الفضيلة واجب. أي نعم. وهذا حق. بارك الله فيك، شكرا لك. بارك الله فيك. بدك تسوي لنا هي الصورة كلها. خليك خاطرك، يلا. هي أرضاتنا شوي.